السلام عليكم. على العافية شباب، ويعطيكم ألف عافية. اليوم جبت لكم شغلة بسيطة عن استعمال أو نبذة قصيرة عن تعليمات استعمال البادز اللي هي البنداجة، وبدي أفهمكم إنه في أدوات مساعدة في الملاكمة وإلها أهمية من هاي الأمور اللي هي البادز، اللي هي الرجعات، اللي هي البنداجة، اللي هي أشياء من هالنوع اللي بتنحط على كفة الإيد. هي برضو من أهم الأشياء اللي بتساعد كف الإيد من الإصابة، وبرضو أيضا بتعطيك كفاءة لضربتك من ناحية قوة، من ناحية إتقان. بدي أعطيكم برضو فكرة عن طريقة استعمال البادز، فكرة بسيطة وفكرة مش صعبة، وفي طرق كتير لاستعمال البادز، بس أنا بدي أعطيكم أسهل فكرة موجودة. طبعا إحنا البادز بنشوفها من هاي احيانا بهاي الطريقه، احنا بدنا نلفها على طريقه معينه عشان يبقى سهل علينا انه نحطها على الايد بهاي الطريقه. طبعا نلفهن ب طريقه من هالنوع، لك تحط ايدك على البادز وتلفه تدويره معينه حتى لا توصل لاخر لهالشكل من هالنوع. طيب الطريقة البسيطة، هو في أنواع من البادز، في أنواع اللي هي مترين، في مترين ونص، في ثلاثة متر. طبعا احنا بلزمناش بالحالة تبعتنا إلا تقريبا المتر، من المترين والمترين ونص. كفة الإيد من هالنوع، في عندي هون زي دويرة بنحطها بالإبهام، وعندنا بنلف طريقة على ثلاث لفات على تسعات الايد، بعدين نطلع اخرى مرة على الايد ثلاث مرات. المهم ما توصلش قدام هون عشان تعرف تستشر ايدك، المهم تغطي العظام اللي موجودات هون، وبرجع اخرى مرة ثلاثة، واخرى مرة ثلاثة لتحت اخرى شوي، بعدها بطلع واحدة هون وبطلع اخرى مرة ثلاث، بوصل تحت على الابهام. برضو في عظمة هون خطرة انها من الاصابة بدك تحميها، برضو بلف عليها اخرى مرة، وبرجع هون الف اخرى ثلاث مرات، برجع الف ثلاث مرات على الجهة الثانية. ممتاز، وهيك جاهزين، هي عنا بنداج جاهز للايدين اللي بيحميك من الاصابة وبخلي ضربتك اقوى واحسن، وبتفوت 100% ل الملاكم اللي عقبالك. هيك البنداج جاهز، البادز بنصحكم تستعملوه.